بالفرح في العيد والارتياح لفتح القطاعات وتخفيف إجراءات الحظر، نظمت نشاطات احتفالية وترفيهية للأطفال والعائلات في عدد من المحافظات. التقرير التالي يرصد أجواء العيد في المفرق. أجواء حلوة وممتازة، وأهم شيء إن الصغار كيفوا وانبسطوا، وما شاء الله الأوضاع تمام تمام. أجواء جدا ممتعة والجو كثير لطيف وممتع بنفس الوقت، كله زي ما والله الحمد لله بخير ومبسوطين كثير الحمد لله، الله يرفع عننا البلاء وعن أمة محمد أجمعين يا رب. العيد هذا ما شاء الله الله فكنا من كورونا، والحمد لله إن شاء الله أننا منتجهين إلى محي كورونا مرة إن شاء الله. حضرنا عيدين بدون فتح قطاعات، وفي حظر كلي وجزئي في جميع محافظات المملكة، ولكن الحمد لله هذا العيد تم فتح القطاعات وأصبح يوجد متنفس للأهالي في جميع المحافظات.